بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة جوار السويس، من داخل حلقة السمك بسوق الأنصاري، أنا جاي مخصوص حسب رغبة حبايبي في القناة اللي طلبوا نعمل لقاء مع ابن عزيز وكانوا مبسوطين من حاجته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشمس بس لا تعالى بعيد عن الشمس شوية كده. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك يا عم محمد؟ من بعد الفيديو اللي عملته لك وجزاك الله خير، جات لك تعليقات طيبة الحمد لله، بقالنا مدة في الناس مشتاقة انها تشوف اللي عندك يا ابو حميد. تمام. امتى هتعمل اليافطة يا ابو حميد؟ في اقرب وقت والله ان شاء الله. ان شاء الله اتفقنا على الاسم وربنا يسر. طب استأذنك تليفونك تاني؟ 0-100-18-45-131. طبعا يا جماعة أنا جاي متأخر والعطل عندي، أنا الفرش كان أكتر من كده حسب ما سمعت، بس الحمد لله ربنا رزقني بسمكاية بسم الله ما شاء الله، سمكاية دراج، سمكاية دراج يا جماعة، المواصفات الجودة فيها عالية وبسم الله ما شاء الله، ما تزهقوش من 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 طول السمكة يعني، ربنا يحسن سوقها. بصوا يا جماعه السمكه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن سوقها. خيشمه كده ايوه، خليها طولك بقى. بصوا يا جماعه بقى بسم الله، عايز اوريها بس، تعالى تعالى بعدين يا كابتن محمد، تعالى تعالى بيها كده، عايز اشوف قد ايه من طولك كمان، من خيشمه من خيشمه امسكها، تعالى هاتها لي على الارض. بصوا يا جماعه يا رب يحسن ذوقها، يوسع عليك يا محمد يا ابني، انت من الناس المحترمه الله يكرمك وبشهاده الجميع. ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايك في شغل محمد؟ لا ما شاء الله شغل نظيف يا عم محمد، بتسوى حاجات حلوه. ها؟ بتسوى حاجات حلوه يعني الله. يعني انا نظيف حاجات نظيفه ماشي، المنظر قدامك اهو بسم الله ما شاء الله حاجه صحيح. تمام. كم كيلو دي يا استاذ محمد؟ 21. طب اذنها لي كده بعد، استنى 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 ما تزيدهاش. بصوا يا جماعه يا رب يحسن سوقها يا رب، نشوفها ميزان على الميزان. واحد وعشرين ونص. يلا يا جماعة اهو ادي الميزان طالع 21 كيلو و600. ربنا يحسن سوقها. بصوا يا جماعة اللي ظبط ده ظبطوا الدم مع بعض. هاتها لي يا محمد تاني بقى. ابو حميد انا هستاذنك في حاجه، فكره وانت اكيد عارفها دي، طبعا لو جاء واحد خدها على مطعم بتاع يبقى بركه، لكن انا بقول وزي ما الناس بتقترح دي هتبيعها ممكن بطريقه تانية، ممكن اقطعها جزل برضو ان شاء الله. اقطعها جزل؟ لا الشمس مضايقاك، تعال تعال لي هنا يا استاذ محمد بعد اذنك. يعني انت ان شاء الله في دماغك انك انت تقطعها باذن الله جزل النهارده، تقطع الجزل. اه يعني العرض الجزل قد ايه مثلا؟ كده يا عم. اه والزبون براحته بقى ياخدها بقى يعملها شويه على الفحم، ممتازه جدا. قول لي بقى الدرات على الفحم بيبقى ممتاز جدا، على الجريل ولا على الفحم؟ على الفحم. على الفحم. على الفحم. على الفحم كمان افضل، بيحطوا عليها زبده صغيره كده ولا بالغير؟ ممكن ممكن كمان. بس الدرك عامه سمكه سمينه يعني، وعصر وعصره ليمون صغيره. تمام. عم علي تعالى عم علي، بصوا بقى شيخ الصيادين قبل البياعين، شيخ الصيادين وشيف مش قوي بتاكل ازاي دي يا عم علي؟ دي بتمشي شوربه وقلب. جميل. استاذ محمد استاذ محمد بيقول شوي على الجريل، شوي جميله. ايه رايك؟ جميله جميل جميل. تمام. ضامن السمك مفيش الا السلسله بس، مفيش الا السلسله وكل باقي لحمه داير ما يدور كده. اللفه كده بتبقى ايه؟ تبقى جزله. الله صل على النبي، مفيش الا السلسله بس. سمك الضاني بتاع السمك ده يا عم احمد. الضاني بتاع السمك، الضاني بتاع السمك. حسن حبيبي يا عم احمد، لو بتنضفوها تتعبك؟ لا ما تتعبنيش ابدا الزحمه.
حلوه سهله جميله 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 بصراحه. تمام ما فيهاش شوك يعني؟ ما فيهاش شوك. لا لا يا دوبك السلسله. طيب دي كيلو فيها بكام يا ابو حميد؟ دي كده 110. ده ان شاء الله كيلو فيها ب 110. اه 110 ولما تتنضف لو هتاخدها جزله بس يا جماعه 150 طبعا عشان هو بيعوض الهالك بيطير والمصارين والزعانف دي برضه تجمع لها برضه الزعنفه دي كلها. ده كل بص التخرج والديل الوقت بتاع نص كيلو. اه من هنا كده يا جماعه ده كله يروح تاخد جزل لحم صافي. صدف ها؟ صدف ما انا شفتها. اه اعدلها لي اعدلها لي عشان فيها صدفة. بكام الكيلو فيها يا محمد باشا؟ دي ب 70 يا محمد. 70 70 سمكة ما شاء الله. بصوا عينيها يا جماعة. بصوا الخشيب بتاعتها وريني بقى براحتك. ادي بقى براحتك. بصوا يا جماعة حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا يحسن سوقها. الشعور ده بقى يا محمد ده هدية. الشعور بتاعنا بتاع السويس ده هدية. كلمة عن حاجة بص سمكة هو بيتكلم لوحده عن نفسه مش محتاج حد يقول لك عنه حاجة. سمك واقف على حيله. اه بص يا جماعة بص امسكها لا اكتنت ولا سمك. عدلها لي بقى كده يا محمد. اه بص يا جماعة خد السمكة العريضة من هنا وليها يا محمد طبعا عشان تبقى محملها لحم. سمك بكام الكيلو فيها دي؟ الشغل 130 على النار. 130 ده بتاع السنار. سنار ده غير بتاع الغاز. 130 تقطع لها 3 كيلو دي؟ 2.5 كيلو بس. 2 كيلو ونص في يعني تقطع لها مبلغ حلو برضه. طبعا حاجه غاليه. ربنا يحسن سوقها. حارف بص يا جماعه انا طول عمري يا محمد بقول الحرتايه كده واقفه على حيلها تبقى ايه؟ هي دي هتلاقيها اتنت ومش مش قادره لما تمسك بعضها يبقى مش طازه. ده حارس السويسي ده. النهارده ها؟ اه بكام الكيلو فيها؟ 65 خمسة ممكن 60 يا محمد. النهارده غالي والله. غالي ها؟ ايام دي الاعياد طبعا والسمك كله بيغلى. اشرب باشا. لا انا كنت اسالك في حاجه ثانيه. مش هتقص السمك طبعا يا جماعه مع شيخ البياعين بالنسبه لي انا النجم النجوم والصراحه خد منه المصداقيه والمعلومه بدون اي غش ولا ترويش ولا تلوين ولا الله يخليك يا استاذ احمد. جالي سؤال يا استاذ اشرف بيقول لي ايه بقى؟ اتفضل. امتى ناكل يعني قسم الموسم اسعار واسماك امتى السمك يرتاح وامتى السمك يبقى غالي؟ لا انت طبعا خبرتك انت في السوق طول عمرك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم السمك يرتاح حسب الكمية بتاعته. اه. بالك؟ اه. لما يكون كتير سعره بينزل تلقائي. تمام. أما بيقل سعره بيرتفع زي الشعور زي الحارس زي إيه. لكن في أسماك ليها مواسم. طبعًا. قول لي بقى. أولًا الشعور ليه مواسم. زي كام؟ شهر كام وشهر كام؟ في شهر أربعة بط. وخمسة؟ وخمسة بس هو شهر أربعة وخمسة بس. بس. أه. بالك؟ ده يعني احسن موسم. اه طبعا بيبقى متكاثر فيه جدا. تمام تبالك ممكن سعر يرتاح شويه. اه طبعا بيرتاح. تمام بينزل سعره جامد يعني. بيقولوا الدراك بيهاجر ويعني قليل لما الكبير ده قليل لما بنصطادوه. كلام صح؟ كلام مظبوط. تمام ان هو بيجي يرمي الذريه هنا وبيمشي يرجع يروح المحيط تاني. شفت كده؟ اه بيعدي يعني هي البيئه مناسبه حضرتك. آه ايوه معظم السمك بيجي ايه يرمي الذريه بتاعته هنا في الميه الدافيه. آه. لان دلوقتي المحيطات والبحار الكبيره جميلة. ميه يعني تحت الصفر. اه فالسمك بيهاجر بيجي هنا يرمي الذريه بتاعته على الشعب المرجانيه وبيبدا في طريق العوده تاني. والرزق واسع يحصلها قبل ما ترجع. اه طبعا. اللي بيقع هنا بيقع والباقي بيمشي والبلاميطه وكله كله. كل السمك كبير بيهاجر. الناجل قليل قوي يا حاج اشرف دلوقتي. قليل لان هو يعني يكاد يكون انقرض. انقرض اه. طبعا. دفع سريته حطها. ايوه وبيسافر برضه. وبيسافر. هو من الاسماك القليله جدا. امتى ناكل سمك مرتاح؟ انت قلت لي لما يكتر. اولا في اول السنه في بدايه الموسم. في بدايه الموسم. بيبقى السمك كتير جدا. يعني احنا الموسم بيفتح في شهر
1/9 معاك لغايه شهر 4. ايوه الاسعار كويسه، اسعار متهاوية. يبدا بقى اصناف عن اصناف يا صاحبي. طبعا 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 اصناف عن اصناف. طبعا بيختلف مع الجوده برضو، بيختلف في السعر كده. طبعا حسب الجوده بتاعت السمك. يعني ده طالع النهارده من الميه، ده كده متلت في المركب. طب سؤال تاني، وانا عارف مش هعطلك يا استاذ اشرف، انت حبيبي وانت حبيب قناه جوار السويس. الله يخليك. قسم لي السمك سمينه متوسط السمنيه ناشفه. اولا الشعور ده من السمك الناشف، ناشف الدراك من السمك السمين. السمين ده جسمه جامد. سمين ده 80 بعد 100 والله. تبالك وشعور متوسطه، متوسطه او ناشفه. ناشفه فصوص بيضة. فصوص بيضة. الناجل تختلف سمين. سمين برضو. تمام. والهامور كل الفصيله دي سمينه. سمينه. طب الصدف ناشف برضه. طب في الاسماك الصغيره الشعبيه، الحفار والسجان والحارث وأتب وابو أتب والشخر والباغه كل السمك ده والكاسكومري، جميع السمك الاخضر كله سمك سمين حلو. الدنيس سمين. طبعا سواء مزارع او بلدي عادي، البلدي بيبقى احسن. طبعا وسمنيه اكتر يعني قصدك. طبعا بيفرق. الشت اتفضل يا باشا. انا بضغط عليك لان عارف انك انت كلامك خبره، خبرة السنين. الله يخليك يا حاج، واخد بالك؟ والناس الصادقة ما بتحبش تغشش حتى في الكلمة. الله يسترها معاك يا حاج، ده من ذوقك. الله يبارك فيك. اللي بيقولوا ان في الكابوريا في الشتاء بتقل بس بتسكر، المعلومة دي صح؟ لا بتقل، لأن الكابوريا زي الجمبري من السمك اللي هو بيدفن في الرمل علشان السعة. يدفن في الرمل. المية يدفن في الرمل. بالك؟ لكن ما بيرميز ذريته الا في الحر، في الحر. ما يكون الجو سخن. ما عدا ذلك خدت بالك طول السنه متواجده هي. انا عارف انك انت بسم الله ما شاء الله فرشك بيبقى تبدا مع السوعيه لما بتدفن في الرمل بتعمل بيات شتوي، خدت بالك؟ بتبدا ايه تكون البطروخ بتاعها وقله حركاتها بتديها السمنيه. السمنيه والتسكيره بتاعتها. يعني لان السمك بياكل وقاعد بيسمن. تمام تمام. السمك انا عارف انك انت، انا عارف ان ده مش فرشك وانت. انا جيت لك، انا جاي الساعه يا جماعه الساعه 3 بعد العصر. دي باغه بكام دي يا استاذ اشرف؟ 40 عشان قليله وغاليه شويه. هي دي 40 مش كده؟ هي نفس الباغه دي. العريضه ولا المبرومه؟ العريضه المبرومه. العريضه الثانيه مبططه ارخص وارخص من دي. دي بتبقى سمينه شويه ولا دي 40 جنيه. حلو. والسهليه؟ السهليه عامله 80 مزارع. شفت بقى الامانه؟ دي بقت هزيله. شفتوا يا جماعه؟ بصوا البلد ما اتكلش. انا اول كلمه قلت ايه؟ امانه. عنوان مين؟ عنوان الله يخليك الله يحفظك يا حاج احمد. الكاليمار الجميل ده ده حشو وقلي بتاع وطواجن. يمشي اي حاجه. بكام ال ده؟ عامل 80. 80. لا اسعارك حلوه يا حاج هاشم. الله يخليك يا حاج. ربنا يحسن سوقك ودايما مشرفني ومشرف قناه جوار السويس يا حاج محمد. السلام عليكم يا حبيبي. سلام يا حبيبي.